برحب بكابتن وائل. يعني الحمد لله على السلامة، طبعا انه رجع القاهرة. اجازة سعيدة ان شاء الله عليه. واحد من اللعيبة ما حدش يعني يقدر يتكلم عليه طبعا كلمة وحشة، لانه راجل محترم، لعيب بره الملعب قبل جوه الملعب، لانه هو عنده حاجات بيركز فيها بره الملعب، عشان كده هو ناجح جوه الملعب. بنتعلم منه. مبسوط ان انا لعبت جنبه، مبسوط ان انا قعدت فتره معاه. من افضل اللعيبه اللي لعبت في المركز دوت يعني، وكفايه اللي هو مثلنا في اوقات كتيره في افضل لعيبه في افريقيا. لعيب مميز جدا، وقبل كده من الناس اللي اخلاقيات عاليه جدا يعني، وداعم دايما للنادي الاهلي ودايما في ظهرنا. اتمنى له كل التوفيق وارحب بيه مره ثانيه. بيبقى مبسوطين لما بنشوف الكابتن وائل، وبيرجعنا لايام جميله تربينا معاه وتعلمنا على ايده حاجات كتير واستفدنا منه. واسمه الجمعه لوحده يكفي يعني الاسم لوحده يكفي، وتاريخ كبير واسم كبير ومثال مشرف ويحتذى به لكل لعيبه الكوره في مصر وفي افريقيا كلها يعني. لا مواقف كتيره، بس مواقف كلها بتبقى في الملعب يعني. كابتن بركات كان حكى كده موقف برده، كان لما كنت بلعب جنبه يوم يطبطب عليا انا كان انا السبب في الجون. لا طبعا كابتن وائل بنتعلم منه كلنا، راجل محترم. بص يمكن انا مستوى شخصي يعني ما لعبش معاه كتير، يمكن لعبنا شويه في المنتخب العسكري مع بعض شويه، وممكن هنا لما جه هنا في النادي كنت انا مشيت يعني. لكن طبعا بفتكره كل المباريات اللي هو لعبها وادائه ورجوته، وازاي كان بيبقى مؤثر جدا في ماتشات كتير النادي الاهلي منتخب مصر. بفتكره حتى ادواره لما بيبقى يلعب فارود في اوقات كتيره في نهايه مباراه مصر ايرمان والعماله. يمكن ناس كتير اتعلمت من الموقف دوت يعني. واحد من افضل الناس اللي جت في تاريخ الكره المصريه، وسعيد جدا اللي انا بتكلم عليه، واتمنى له دايما التوفيق ان شاء الله. لا هي المواقف كلها كتير يعني، ياما جاب لنا هدايا وياما ظبطنا واحنا صغيرين ومواقف كلها كتير يعني. لكن هو كابتن وائل دايما مركز في الماتشات يعني، دايما الماتشات بيبقى مركز جدا، مشدود جدا. كان الكابتن بركات بيفكه على طول، ففي فتره لما ابتديت العب مع كابتن وائل كنت بحاول افكه شويه قبل الماتش، انكوشه شويه. فهو جه في مره من لعب فرقه في المغرب، ففرقه اسمها الدفاع الجديد المغربي تقريبا او حاجه زي كده. فالمفروض كابتن الفريق بيروح ياخد السكور شيت ويشوف اللعيبه ويشوف الكارنيهات والحاجات دي وكده. ف بيكلمني في المحاضره، عندنا عايزين نركز وكده، وقبل الماتش يعني انت هتمسك هتعمل هتساوي، وبيديني التعليمات طبعا. فالمهم راح شاف السكور شيت، فجه فقال لي الواد المهاجم بتاعهم، قلت له ماله يا كابتن وائل؟ قال لي انت الشرقاوي شكله بعت لنا فندام ولا ايه؟ فقال لي الواد ما شاء الله فرده قويه جدا يعني، قوي وضخم وكده. فبعد ربع ساعه الواد جاله مزق وخرج، فقلت له الحمد لله كابتن وائل بقاء لله. الميزه اللي في كابتن وائل جمعه ان هو بيركز بره الملعب، عشان كده ناجح جوه الملعب. فدي ميزه مش موجوده في لعيبه كتير. لا كل بصراحه بينام بدري، كنت قعدت معاه في الاوضه قبل كده. فلا يعني بيركز بره الملعب اكتر من جوه الملعب، فده بيخليه ناجح ان هو مركز في الكوره بس. فاتمنى برضه ان احنا نبقى كده ونتعلم منه حاجات كتيره كويسه ان شاء الله. الحمد لله النادي الاهلي اقوى دفاع في افريقيا واقوى دفاع في الدوري، والحمد لله بتحصل على البطوله وبتحقق ارقام كبيره. يعني الحمد لله الامور ماشيه بشكل كويس. لكن الكابتن الجمعه على المستوى الفردي كان من اقوى المدافعين على مستوى القوه اللي جم في تاريخ الكره المصريه، على مستوى التركيز طول 90 دقيقه، على مستوى التركيز على طول مسيرته، على طول مركز، على طول بيدي افضل حاجه كل ماتش، وعلى طول عنده ثبات في المستوى. فدي اكتر حاجه بتميزه، انه على طول مركز وعنده ثبات في المستوى، ومع الوقت الخبرات تراكمت بقى الحته دي متمرس فيها بتاعته يعني. انا شكرته طبعا على المستوى الشخصي يعني، انه دايما راجل داعم لينا ودايما في ظهرنا ودايما داعم النادي الاهلي في اوقات كتيره جدا بيبقى محتاجين الحاجات ديت عشان الناس. وهو اعتقد ان هو بيأدي دوره على اكمل وجه، هو كابتن وتريكا وكل الناس اللي بتقدر تحل وبتقدر تبقى موضوعيه في تحليلها يعني. فبحييه طبعا مره ثانيه. اتمنى له التوفيق في المرحله القادمه بتاعته، ومبسوط جدا ان انا شفته امبارح في النادي، كان موجود عندنا زياره. فبيفكرنا طبعا بذكريات زمان، وهو شخص محترم، واتمنى له كل التوفيق. بجد من النماذج المشرفه اللي الواحد لعب معاها واستفاد منها وتعلم منها وعمل اسم وتاريخ وكيان كبير، وفعلا هو فخر وشرف لكل الاجيال اللي بعد كده. وبص على الجيل كله كابتن وائل وكل الجيل بتاعه، فبتمنى له التوفيق، وبقول له دايما منور ودايما موجود في بيتك، واحنا بنفتخر بيك وبنتشرف ان احنا عاصرناك ولعبنا معاك، وان شاء الله